بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي التلاميذ، السلام عليكم. ما زلنا مع الحساب على الجذور التربيعية. طالع معي التمرين 25 من الصفحة 27 كتاب مدرسي تاع سنة رابعة متوسط. ألوغ يقولك ABC، مثلث متقيس الأضلاع، طول ضلعه 2 سنتيمتر. AH هو الارتفاع المتعلق بالضلع BC. عين القيمة المقربة إلى الجزء من 10 بالزيادة لمساحة المثلث ABC. هنا دونك شوف مليح، رايحين رحنا في درس الجذور، دونك رايحين نطبقوا تعلمات جديدة قريناها في الدرس تاع الجذور، حساب الجذور. ولكن في نفس الوقت رايحين نستذكروا مكتسبات قبلية متعلقة بالمثلثات، لا سيما هنا مثلث متقيس الأضلاع والخصائص نتاعو. داكوغ. وايضا راح نستذكروا ولو ان شفناها في تطبيقات من قبل، كيفاش نعينوا القيمه المقربه الى جزء من 10 بالزياده لمساحه المثلث. يعني هنا راح نعرفوا القيمه المقربه نستذكروها، هذو مكتسبات قبليه. دونك دائما نقول لكم التطبيقات المباشره للدرس لا تكفي، مليحه التطبيق المباشر باش توظف تعلمات جديده، ولكن لازم دائما تكمل التمارين اللي كاينين في الكتاب المدرسي، لانه هذوك التمارين كل مره راح يعطيك الفرصه انك تستذكر مكتسبات قبليه، وهادو هما الامور اللي تبني عليهم المختبرات نتاعك نتاع الشهادات، شهاده المتوسط وشهاده البكالوريا وهكذا حتى تروح للجامعه. لانه الرياضيات كيما اللغات ما كانش عتبه، حاجه تبنى على حاجه، حاجه تبنى على حاجه، والشي اللي نكتسبوه فو با ننساوه. داكور. دونك شوف هنايا نجي نديرو تذكير بسيط بالنسبه، ونسجلو هنايا تمرين 25 صفحه 27، هذا اللي خاص بالتمارين العامه تاع وظف تعلماتي. دونك شوفوا الاولاد، المثلث المتقيس الاضلاع واش معناتها؟ مثلث متقيس الاضلاع هو المثلث اللي كل اضلاعه، ندير هنا التذكير، المثلث المتقيس الاضلاع هو المثلث الذي تتقايس فيه ولا تتساوى، تتقايس فيه واش معناتها؟ اطوال أضلاعه الثلاث، يعني كل الأضلاع متساوية في الطول. إذا كان عندك هنايا، ديرو أكبر باليد المجردة ونعتمدو على التشفير، إذا عندك مثلث ABC قول ABC مثلث متساوي الأضلاع ولا متقايس الأضلاع، ماشي متقايس الساقين، الأضلاع يعني قاع في ثلاثة، يعني هذا يساوي هذا يساوي هذا من حيث الطول. داكوغ. تتقايس الأضلاع يعني تقايس الأطوال نتاعها، AB من حيث الطول يساوي BC يساوي AC. داكوغ الأولاد. صح. واش عندنا الخصائص؟ هذا على سبيل التذكير نتاع المثلث كيما هذا. بون، من التعريف هو تتقايس أضلاعه. الخصائص، بون، الخصائص تاعو عندك الزوايا المحصورة قاع متساوية، هذه 60 هذه 60 هذه 60، هنا 60 هنا 60 هنا 60، 60 درجة قاع كامل، 60 درجة، كل زواياه متقايسة وتساوي 60 درجة، لأن مجموع الزوايا في مثلث 180، صح، كي تقسمها على 3 باش تخرج كاع الزوايا متساوية، تخرج لك A يساوي B يساوي C يساوي 60 يساوي درجة، هنا عندك AB يساوي AC يساوي BC، كل الأضلاع متقايسة في الطول، صح. واش عندنا ثاني خصائص اخرى؟ واش عندنا خصائص اخرى؟ خصائص اخرى عندنا انه الارتفاع نتاع المثلث، عندنا ثلاث ارتفاعات بالطبع، الارتفاع نتاع المتعلق باي ضلع يقسم هذا الضلع في
في المنتصف تاعو ارتفاع نتاع اي المتعلق باي ضلع. كي نقولش معناتها معناتها الارتفاع المتعلق بالضلع بي سي مثلا يجي من ا، ارتفاع المتعلق بالضلع بي سي يجي من ا. هكذا واش يدير؟ يقطعه، هو ارتفاع دونك يجي يدير هنايا مربع زاويه قائمه عفوا، ويقطع هنايا في نقطه اش، نقطه اش هذه عندك هذا هنا يساوي هذا هنا في المنتصف. اي ارتفاع متعلق باي ضلع يقطع هذاك الضلع المتعلق به في منتصفه داكور. والوسيط نتاع اللي ينطلق من المتعلق باي ضلع راح يكون يعامده، يعامد ذاك الضلع. الوسيط اللي ينطلق واش معناتها الوسيط ولا المتوسط، ولا سمحوا لي سوعين ان تذهب لي المصطلحات باللغه العربيه. المتوسط يعني اللي ينطلق من 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 راس وينزل على ويقطع الضلع المقابل، راح يقطعه في الوسط نتاعو في نفس الوقت راح يكون يعامده. يعني هنا الارتفاعات والمتوسطات هي تتطابق، هنا هاو الارتفاع هو نفس المتوسط. الارتفاع المتعلق بالبي سي ينطلق من ا ويقطع بي سي في اش، في اش عندك زاويه قائمه وعندك اش هي منتصف بي سي. كون نجيبو الارتفاع اللي ينطلق من بي ويتعلق، نقول الارتفاع المتعلق بأسي راح ينطلق بالبي، واش يدير؟ راح يعامد، راح يعامد أسي ونفس الوقت يقطعها في منتصف أسي. نفس الشيء الارتفاع المتعلق بالضلع أبي راح ينطلق من سي، هكذا هكذاك. وهنا واش راح يدير الأولاد؟ راح يقطعوا ويشكل زاويه قائمه فهنا في المنتصف تاع ابي. دونك هادو هما الخصائص نتاع المثلث المتساوي الاضلاع ولا المتقايس الاضلاع. يعني كل اضلاعي متقايسه، كل زوايا متقايسه، المتوسطه تاعو هي نفسها الارتفاعات، و كما قلنا المتوسط دونك النقطه اللي تقطع فيها هي المنتصف نتاع كل نتاع الضلع المتعلق به سواء المتوسط ولا الارتفاع. صح الاولاد، هذه مراجعه يعني تاع مكتسبات قبليه. دركا كاينه ايضا حاجه اخرى، المساحه. مادام حنا بصدد تحت على المساحه، المساحه تاع اي مثلث، القاعده العامه المساحه لا سوبرفيسي الاس اللي هي المساحه تاع اي مثلث واش تساوي؟ تساوي طول الارتفاع نسميوه اش، الارتفاع ارتفاع مضروب في طول القاعده التي يتعلق بها الارتفاع. كيما هنا الارتفاع المتعلق بالضلع بي سي، الارتفاع المتعلق بالضلع بي سي واش هو؟ هو اللي يجي من ا ويعامد بي سي. دونك المساحه هي ا اش ضرب بي سي الكل قسمه 2، الكل قسمه 2 داكور. دونك المساحه تاع اي مثلث تساوي الارتفاع يقولك في القاعده قسمه 2. وشنو القاعده؟ هي الضلع الذي يتعلق به الارتفاع. الضلع هنا كون نهز مثلا نهز القاعده هي بي سي، دونك الارتفاع راح يجي من ا، المساحه راح تكون ا اش مضروبه في الضلع المتعلق بالارتفاع اللي هو بي سي قسمه 2. اذا رفدنا الارتفاع المتعلق بضلع ا سي، دونك راح تكون الطول تاع هذا ارتفاع هذا مثلا بي اش فتحه هنايا اش فتحه مضروبه في هذا الطول ا سي قسمه 2. اذا رفدنا ونفسها تعطيك نفس المساحة، إذا هزينا الارتفاع الخاص ب بي أبي بالضلع أبي راح نقولو المساحة هي نفسها تبقى نفسها، هي سي مثلا أش فتحتين هنايا ونتقطع هنايا مضروب في أبي الكل قسمة 2 وتعطيك كامل نفس المساحة. دونك ارتفاع في القاعدة قسمة 2، القاعدة هي الضلع الذي يقابل الذي يتعلق به الارتفاع، القاعدة هي الضلع الذي يتقابل به الارتفاع.
داكوغ. دونك هذه مراجعة عامة. دونك هنا الولاد كي نجيو بون القيمة المقربة، حنا درنا تمارين عليها. القيمة المقربة انك تحصر عدد بين عددين. اذا قلت اذا القيمة المقربة الى جزء بالعشرة نحصروه بين عددين وناخذ بعين الاعتبار الجزء من عشرة ولا بالمئة ولا بالالف. حنا درنا تمارين ودوك نعاودوها باش تزيدو تذكروا. دونك عندكم هنايا توظيف تعلمات تاع الجذور، وعندكم ايضا استرجاع ها يو ميك ان بيل، تعاودوا تعيطوا المكتسبات القبليه تاعكم، واذا ما جاوبكمش ها ما راكمش لاباس، لازم تعاودوا يكونوا حاضرين الاولاد. داكور بون، شوفوا معايا. ا بي سي مثلث متقايس الاضلاع طول ضلعه 2 سنتيمتر. نجي هنا نعاود نرسم هكذا ا بي سي، طول الضلع 2 سنتيمتر، يعني في كل كل ضلع عنده 2 سنتيمتر، هنا وهنا وهنا، هذا يساوي هذا يساوي هذا 2 سنتيمتر. والمساحه تاع طول الضلع تاعو وارتفاعه ا اش، وين راح ا اش؟ ا اش تينا ونحط الاقلام ما نفهمش، سبحان الله. بوف ا اش هو الارتفاع المتعلق بالضلع بي سي، يعني اللي يجي من ا ويهبط متعامد على بي سي ويقطع بي سي في المنتصف. هذه هي الخصائص. يعني هنايا ا اش هي محور تاع القطعة بي سي، تعبير آخر متعامد وينصف. أوكي بون، واش يطلب عليك؟ يقول لك احسب المساحة. المساحة هنا قلنا اس يساوي، واش يساوي له؟ هذا الطول تاع ا اش مضروب في طول القاعدة أو الضلع المتعلق المتعلق به الارتفاع اللي هو بي سي، ونقسمو كل شيء على 2. هنا راح تعطيك سنتيمتر في سنتيمتر، راح تعطيك سنتيمتر مربع، راح تعطيك مساحه. داكور دوك انا يا الاولاد نعرف بي سي هو 2 سنتيمتر، لكني لا اعرف ا اش. هاي ولا ها حنا راح نستحضروا حاجه خلاف. انا اعرف بي سي لكني لا اعرف ا اش، ولكن مكتسباتي القبليه واش تقول لي؟ تقول لي هذا مثلث قائم. هاي والله الاولاد، وما دام هذا مثلث قائم هاي والله سال على خاصيه فيثاغورس. هاي والله شفت كيفاه؟ شوف مليح واش نعرف هنا. نعرف بي سي ونعرف اش بي، باسكو قلت انا اش بي ا اش هي محور. نقول بون ا اش يشكل، نو ماشي ا اش هكذا، ا اش هكذا مستقيم، قد ما المحور هو مستقيم. ا اش يشكل محور القطعه بي سي او الضلع بي سي. ا اش يشكل محور القطعه بي سي، هذه من الخصائص نتاع المثلث المتساوي للاضلاع. دونك هنا واش عندي؟ عندي اش بي يساوي اش سي يساوي بي سي على 2 ويساوي 2 سنتيمتر على 1 زوج عفوا ويساوي 1 سنتيمتر. يعني هنايا اش بي اصبح معروف، اش بي هذا اصبح معروف، اش بي يساوي بي سي على 2. دونك واش نطبق انا؟ نطبق حسبه، مادام نقول مادام قلنا ا اش هو محور، يحب يقول ارتفاع ومتوسط في نفس الوقت ومنصف. واش نقولوا الاولاد؟ نقولوا المثلث شكون هما؟ اش ا بي، لا نقولوا ا اش بي، ا اش بي القائم في اش. لا بما ان المثلث، بما ان المثلث ا اش بي قائم في اش،
نطبق خاصية فيثاغورس بالنسبة للأطوال. واش تعطيني؟ تعطيني أه مربع، نجمع مربعي الضلعين القائمين اللي هما يحدوا الزاوية القائمة، أه مربع زائد أش ب مربع يساوي أ ب مربع. أنا لا واش راني نحوس، ها واش راني نحوس أنايا، نعرف واش قلنا، نحوس نلقى المساحة، أش ما نعرفوش، ولكني أعرف أش ب وأعرف أ ب مربع، إذا أش مربع يساوي أ ب مربع ناقص أش ب مربع، صح أش ب مربع لقيناه، لينا أش ب، واش يساوي أ ب مربع؟ هي طول الضلع هي 2 مربع، ناقص أش ب مربع حسبناه، أش ب مربع قلنا هو 1 مربع، أش ب يساوي 1، 2 مربع ناقص 1 مربع يساوي 4 ناقص 1 يساوي 3، إذا أ أش مربع يساوي 3. الارتفاع مربع، الارتفاع مربع يساوي 3، صح. الارتفاع مربع يساوي 3. أأش واش يساوي يا الولاد؟ أأش يساوي أها نقولو جذر أأش مربع يساوي جذر 3، جذر أأش مربع يساوي جذر 3. هنا نقولو أأش يساوي جذر أأش مربع يساوي جذر 3، هذه القيمة المضبوطة تاع أأش هي جذر 3 سنتيمتر يعني. دوك الآن سنتيمتر أأش يساوي جذر 3 سنتيمتر، القيمة المضبوطة هي جذر 3، ولكن حنا لازمتنا باش نحسبو قيمة تقريبية، إذنك حنستعملو هنايا الآلة الحاسبة، داكوغ، كون نجيو للقيمة المضبوطة تاع أأش نعبرو عليها بجذر 3 سنتيمتر، هذه القيمة المضبوطة، لأنو 3 عدد غير ناطق، جذر 3 عفوا هي عدد غير ناطق، لا يوجد عدد مربع و 3، جذر 3 عدد غير ناطق. باش نعبرو على القيمة المضبوطة نقولو جذر 3 هو القيمة المضبوطة التي مربعها 3، داكوغ. دونك درك هنايا واش ندير باش نعرف أأش بالتقريب، رايح نحكم نجيب الآلة الحاسبة وندير هنايا نحجز نحجز الجذر ونحط 3 ونتحصل على هذا الرقم، على هذا العدد، شوفوا شنو هي العدد، 1.... أنا رايح نخدم بماذا؟ رايح نخدم بالجزء من 10، الجزء من 10 وين هو؟ هو 7، هو الرقم الأول بعد الفاصلة. دونك أنا واش ندير الأولاد؟ نكتب نقول جذر 3 بيسك هو هنايا محصور بين وبين، هذا هو القيمة المضبوطة ولكنها محصورة بين قيمتين تقريبيتين، وشن هما؟ هو 1.7 اللي صغير عليه، حنا نقولو جزء بالعشرة، جزء بالعشرة اللي يجي من بعد 1.7 هو 1.8، نزيدو 0.1 هنا، هنا نزيدو 0.1، 1.8، هذه هنا القيمة تاع جذر 3 بالنقصان، وهذه القيمة التقريبية بالزيادة، يعني أأش محصور بين 1.7 و 1.8، نقولو القيمة ولا أأش، هذه القيمة هنا التقريبية بالنقصان للجزء من 10، داكو، وهذه هنايا القيمة التقريبية بالزيادة
للجزء من 10. دونك أه هكذاك واش يساوي؟ أه يساوي ماذا الأولاد؟ محصور بين كذا وكذا، بين 1.7 و 1.8. مادام قال لك بال 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 بالزيادة، أيوا. دونك واش نقولو؟ نقولو أه يساوي تقريبا تقريبا بالزيادة 1.8. هذه قيمة أه بالزيادة يساوي تقريبا 1.8، ونكتب هنايا بالزيادة للجزء من 10. هذه هنا عرفنا دوك أه. الآن نجيو نحسبو المساحة. المساحة ما هي؟ قلنا اس، تذكروا الولاد اس، قلنا تساوي اه في بي سي قسمة 2. اه في بي سي قسمة 2، اس يساوي اه في بي سي الكل قسمة 2. واش يساوي؟ يساوي أه في بي سي قسمة 2. ما هي بي سي قسمة 2؟ هي عبارة عن بي سي قسمة 2 هي عبارة عن 2 قسمة 1. هذه تقدر تكتبها هكذا أه في بي سي قسمة 2. عندهم نفس الأولوية، الضرب والقسمة. تقدر تنحي الأقواس وتكتب يساوي أه هكذا، يساوي أه في بي سي قسمة 2. بي سي قسمة 2 هي عبارة عن 2 قسمة 1، قسمة 2 عفوا، بي سي قسمة 2، 2 قسمة 2 هي 1، مضروبة في أه. واش تساوي؟ تساوي أه. إذا اس بدلالة الاس هي مشنو؟ هي اه في بي سي قسمة 2. تقدر تنحي هنا الأقواس، عندك ضربة وعندك ضرب ضربة، عندك ضرب وقسمة، عندهم نفس أولويات داكوغ. واش نديرو؟ بي سي قسمة 2 تعطيك 2 قسمة 2، 2 سنتيمتر قسمة تعطيك 1. إذا اس يساوي اه اس المساحة تساوي أه. أه واش لقيناها بالتقريب؟ تساوي تقريبا 1.8. داكوغ، دونك إس يساوي تقريبا 1.8 سنتيمتر مربع بالزيادة، بالزيادة هكذاك. هي القيمة المقربة للجزء من عشرة. هذه قيمة اس. هذا هو حل التمرين رقم 25. دونك عاودو وحدة وحدة الولاد داكو. هنا باش ما نعاودوش، شوف مليح باش ما نديروش 1.8 بالزيادة ونضرب في بي سي في 2 ونقسم على 2. نختصر العبارة نتاعي تاع اس، رايحة نختزلها غير في اه، لأنه بي سي 2 قسمة 2 راح تعطيني 1، نضربها في اه داكوغ، ونحافظ على القيمة نتاعي تاع اه اللي هي تقريبا 1.8. ما كان ليه تروح دير نتا هنايا 1.8 بالتقريب تضربها في 2 وبعد تقسمها على 2، ما عندهاش معنى داكوغ. يعني تكمل تطول في الحسابات فراد. بي سي قسمة 2 هي 2 على 2، نضربها في أه، تسمى إس هنا مختصرة في أه، ولو لها نفس القيمة المقربة للجزء من 10 بالزيادة. هذا هو التمرين، والسلام عليكم.